نزلت شويه؟ لا والله ما نزلت، ما زادت الا زياده. شلون المستشفى خير؟ جدي عطيه مدبوع الحراره نتاع الشنوة. تي عطيته شي 10 كواشيك، والله ما دار لنا حاجه. حتى شي شنظني كملت. اوكي اوكي اوكي. اتصل بال 911. شنو؟ ام سو سوري ام سو سوري. رن على 911. بسم الله. تي 911 بروحك وزيت امريكا انت. 911 انا يطلع لك هذا الخط. مرفوع من الخدمة. نين نين نين. تشيل أخوك من المستشفى قبل ما ينحول ولا ينشل من الحرارة. كلا كان نحاول تنشله إن شاء الله. لا لا يا سعد. ما حصلنا شيء. حبيدة كلونا يا حبيدة كلونا يا حبيدة. هين حميدة. تي والله كم شلوته من المستشفى. نعدي ندق على جارنا عطيه تشيله. ها؟ عطيه. كيف تقلت؟ شو الحوش هذا في رجاله؟ كيف تعدي دق؟ شو بالله عليك تبي تعدي دق عيال؟ لا ما عندناش بنات يطلع لنا قبلنا، ها؟ تقسم بالله بعدين يصير فيها الدعس، الله. خلاص انت تو عدي له دق عليه يقول له شكرا بارك الله فيك يا جارنا، تو يشيلوا دنيا. عاد شب. يا رجل يا رجل شيل معي، شيل معي ماي براذر شيل معي. هيا هيا شيلوا. هيا بطريقة حاجة. هيا ما تخش عيب. يا ابني. هيا هيا. بسبوسه اي الله بسبوسه يا حميده قسم بالله لكن أجوشي لكن أجولاتي لكن حاجة وعطيناها 10 كواشيك دواء حرارة شرب بالتعلم وقسم بالله ودرات لنا حاجة كمدات سبولة ودهن بلوطناها بغاز وزيت عند الصبح بطانية نمر قد مبلوط لقيناه مبلوط الصبح ما فيش فايدة وش أخبار؟ كم الشوري أنا مش دكتور صاحبي بالحالة. وين الدكتور؟ مغير لوية. أصلا اليوم المنوبة عيادة رقم 3. 3. أوكي وهذه نمبر كم؟ نمبر 2. ما تقدر تجي نحل؟ أصلا الحالة طارئة ما تأجلش. شنو عنده؟ راقي عليه الحرارة.
جربتونا دواء حرارة؟ عشر طواشيك الكبار سبولة مع الملاحظة. جربت البنادول، البنادول ينزل الحرارة ده دقيقة يا بريكا، خاصة الحمر يا بريكا اللي بكون أزرق يا بريكا. كم جاي يا بريكا؟ يس أختي بريكا. يس تعال أنت من يجي تكلمك نكسر أنا. أوكي أوكي Hi. Hi. We have an emergency case. Okay. Mm-hmm. My brother is in a critical condition. Mm-hmm. You have to do something for him. Something, brother. Give him money. It's Arabic. Oh, sorry. حسابة فلبينية. نزل فلبينية اسمها أمريكا. أم أنت أمريكان غبابك. ما عندنا فلبينية اسمها أمريكا. عادي عادي. والنبي أمريكا كانت تدري الحاجة دي لهم. النبي كان يدير في دير لهم حاجه ديال لنا. لا عندي ما ندير لكم شي، كان نقيس لحرارتها يا شتي شي يا غير المشي بس تراقي بك يشفشف. والله حتيجي يفشفش والله يبك على جد وحراره. اعطيني 10 كوشيك سبوله زيدوا 10 اخرى سبوله زيدوا 10 كوشيك كبار وخلاص سبوله ولا قعموله. أنا أنصحكم تشيلوا العيادة رقم 3 ما كتبهم الدكتور يكشف علي، ما كان الحرارة مثبتة إلا حاجة أخرى. لوز جابت معينة ممكن يعني. يا أخي الناس ما تفهمش، اليوم المناوبة على العيادة رقم 3 ونحن رقم 2 مش شعورنا. أوكي 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 أي نو، لكن دير لنا أي حل، والله حتى سيارتنا اللي جايين فيها تولع بالدف. والله هذه مشكلتكم مش مشكلتي. اوكي اوكي ماي بروبلم اوكي بات لسن تو مي. برا في الدول المتقدمه في حاجه اسمها كاستمر سيرفيس، تعرفيها؟ لا اش معناها كاستمر سيرفيس؟ معناها خدمه العملاء، معناها كيف تتعامل مع الزبون، كيف تتعامل مع العميل المريض. لما يجيك مريض او عميل تتعامل معاه بحسن باحسان، مش تحكي له من طرف الروس خشمك فوق. هيك انتوا فاهمين البزنس غلط. برا في موظف استقبال خاص انه يضحك ويبتسم في وجوه الناس ويتعامل معهم بجو سمح. لما تجي يقول لك تفضل عشان تبي، ولما تكمل يقول لك مع السلامه جود باي. اش قال؟ فتتله فتتله لبس الدجاج سيوله بنزينه خبزه نزلها ولا مساء امسك الطابور يختم بالتوابير مسلم. ما هو اللي يجيب لنا في خبزه قبيله عرفتي؟ او ماي جاد شي شي ماي شي شي راقي بك لا يا راقي بسبوسه يا حميده. شنو؟ شكلك اللي يحب وحده اسمها حميده تبيع في البسبوسه ما فيها فكره. وش بوس 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 وش اوباما اوباما بوس بوس اوباما حميده حميده بسبوسة حتى ثانية حتى ثانية. هذا البرنامج برعاية فيتالي الماس. فيها اللي راقد وتعبان،
فيها اللي صاحي ومركز. حليب فيتالي يوفر لك اللي تحتاجه من فيتامينات، كالسيوم وبروتينات. حليب فيتالي خليك صايم ومركز. هذا البرنامج برعاية فيتالي الماس. تعرف والله عجبتني انت لما قلت للممرضة كوستمر فيرسز. شنو؟ كوستمر شير فيز يا رجل، اسمها كوستمر سيرفيس. ايوه هذه نقلك على 3000 سنين، صح لك والله. دكتور هندي هذا. كاستمر سيرفيس معناها خدمة العملاء، فهمتني كيف؟ خدمة العملاء يقولوا فيها الناس اللي برا. اوكي. ما كيف يصير توا نشيلوا العيادة خاصة ولا شو نديروا؟ اوكي نو بروبليم. عندك ماني؟ لا والله ما عندي. الله عندك انت؟ لا خلاص، معناها عندي العيادة رقم 2 كيف ما قال الرجل وخلاص. اوكي هيك. بسبوسه. بسبوسه بسبوسه تاع الشبيك اللي فيها الدحيه. اوكي بسبوسه لباس كنه. لا حلاله والله. لا حول الله يا رب. عطوه دواء حراره ولا لا؟ اعطيناه 10 كواشيك كبار ولا صغار؟ سبوله. تمام. يعني قاعده ما اللي عطاه له؟ عطاه الله الوالد والله. طبقوا. الوالد شنو معاه من هذا؟ ما يسالني. تمام. لا الحمد لله طيبين ان شاء الله. الف لباس. تعرفون انتم؟ ان شاء الله. حميده جيبوا لي حميده. حميده والله لا انت ومش معروف. بليز ماي براذر يطبخ قريب يموت مش فاضي. لا 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 ما يموت الا بعمره راهو مش خاطر شو معاه ثاني يوم ما شفتو نو no, ما نرفعش ما يهونش ما نرفعش انا بسبوس اكرم بسبوسه يبي بسبوس خاطر بسبوسه. قسم بالله مريضه حميده. السلام عليكم. ما عندنا لا كلو جلاتي لا كلا لوشي لا ولع مكيف هو راقد وفي كناتيره داير عمام بلا روح لا عند شيء. رقدت بروحها بروحها قسم بالله. لحظه استاذ بس. قلت لك والله انا متحشم والله. يعني كل اللي مجابوا له هدايا الا انا. معقول هكي بايخه وما نجيب الشيء؟ عطر. لا 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 معقول عطر بجنيهين؟ اكسكيوز مي بليز. عندنا حاله طاريه هنا. معليش عندنا حراره طايره. حتى انا عندي حراره طايره على التليفون. كان شنو عندك؟ حراره عطي دود وحراره 10 كواشيك اسبوله. لحظه بس شوية بس في هاتين جايين يسعفين واحد معطين 10 كواشيك كبار. سبولة ولا سبولة؟ سبولة 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 أكد لها سبولة والنبي. سبولة سبولة خلاص أكيد نكلمك بعدين. يا غوالي راهو ما فيش طبيب مناوبة اليوم. طبيب مناوبة تنقول ليلة في عيادة رقم 5. وات؟ توا كنا في عيادة نمبر 2 قالوا لنا نو هير في نمبر 3. هذوما يمهبعيكم يدخيل يوزوكم. توا انت بتاع العطر الفواه من الصبح العطر الفواه ما توزع في العطور والجو. توا معلش 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 توا كيف يصير فينا كيف الري ريم جنيب ها؟ سافو العياده رقم 5 بسرعه. البروبليم ان ما عندناش ثقافه الكستمر سيرفيس. هذه المشكله. العم يستاهل؟ لا لا ريح روحك من الشهرة منيك ريح روحك. دف معي دف دف قلنا تجي يا ريت ما جابت امك. هاي خليفه
حلال كويكلي بدورك كويكلي أمك تجيب لي حاجات غني مش عارف تسكوس يا فراج تسكوس يا فراج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قلت لك نحن كنا في عياده نمبر 2 قالوا لنا نو في نمبر 3 مشينا نمبر 3 قالوا لنا نو هير في 5 صح؟ كلامهم صح. اليوم مناوبه لا في عياده 2 ولا في عياده 3 قالوها من قال قالوها صح. الحمد لله واخيرا احنا في العياده بتاعت الحرام ولا علينا نحن اخرى. كوستمر سيرفيس ها؟ كوستمر سيرفيس بتاع امريكا باهي. اكسكيوزني دير لنا حل اخويا قريب ينشل ارجوك بليز بليز اي حل دير لنا اي حل بليز بليز. انجليزيته حلوه معنا وقسم بالله قسم بالله اعطينا عشر كوشك سبوله مازال حد شيء تقديرا لظروف المريض والموقف اللي صار الكاميرا عندي الكاميرا يعني كما قص هنا كل دور هو قسم بروحه مفصول على القسم الثاني دوروا في الاقسام وان شاء الله تلقوا باهي تبدا تتسنى بيهم لا لا ما يصير شيء جزء في جنيه مش بس جنيه احسن حاجه تحطوهم قدام الامر الواقع هكي ما عندهم كيف يهربوا من كمبك اهو الرصاصيه قدامكم بس اسمه الله يرباك يا مراكم جيبوني في دوا لا ريتك لا ريتوني يا عيوني اوكي اوكي كن هاني اوكي اوكي السلام عليكم عليكم السلام دور دور حميدة جيبوا لي حميدة زوجوا لي حميدة حميدة يا اخي انا حميدة حميدة شنو حميدة حميدة ربنا من الفشوية امريكا امريكا تبايا يا راجل انا بالسلطية قدام الناس يا فاسي بس بروز ماشي معايا فاسي فهمتني كيف لان الوقت الله يهمني فاسي بس فاسي معايا فاسي حميدة اللي خاطرت بيها هذه هاي جف حميدة هذه يا والله بسبوسه يا حميده اوكي يا رب عرفت حميده من والنبي من جاتي حميده يا رب كيف يا جاتك يا جاتك يقول بسبوسه يا حميده ويحبها جاتك ما جاتها يا ركيف هذه هذه لقي امير حلاله توقع اي شيء بلاك حيشه زعما ولا ممكن جاتك جبتك شو حد بسبوسه يا اخي زمان يلا شفشف يا رمزي سخن يا راش سيستر بليز بليز سيستر ممكن تشوفين الحلقة خير على بس عليه عند الحرارة راجع عليه عطيتو دواء حرارة عطيناه عش كوشك سبولة يا بلبولة يا راجل اسكت يا راجل اسكت وانت مسكني في سبولة يا راجل اسكت ضحت بينا حتى انت مسكني في كوشتة فلسيفلس كوشتة فلفيس بوجع لنا بيها ام سو سوري ممكن تشوف لنا حاله المريض للاسف الدكتور المناوب بالليل اخصائي ولاده بس باي خليه يشوف لنا هذا حالته تبي دكتور بارتيني الدكتور اللي الليله اخصائي ولاده بس تبي يجي لنا عليه طله بس مرات الحراره من الولاده ولا اسكت
قلت يا راجل يا ريتني ما جبتك معايا. ضاعت بينا يا راجل. شنو يا راجل ولاده؟ سخني فمها الاخت. معلش ممكن تشوف لنا حالته؟ شوف يا استاذ الدكتور توا في غرفة العمليات والله اعلم انت يبي يطلع. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. كيف يصير موضوع انساني؟ بس شوف لنا اي دكتور اي حد يشوف لنا موضوعها. لا والله ما اقدر. شو اخبارها؟ اوكي. او ماي جاد او ماي جاد. كوستمر سيرفيس. بولا اشبولا اشبولا يا حبيبي.